مرحبا. هسه اليوم من نعلمك خطوة بخطوة كيف بدنا نعمل الصاجية. أول شي بنولع النار، هينا بلشنا نعمل الصاجية. طبعا هاي اللي هي ونفس لية الخروف، يعني احنا ما بنستخدم الزيت. خلطنا اللية عشان تذوب. هسه احنا قاعدين نقطع البصل، بعدين هذول، بعدين الفلفل، شرائح. اخ يا عيني. حطينا البصل يلي قسمناه، حطينا المزيد، نحركه. هسه الفليفلة منقسمها، أسرع نحط الفليفلة بعد اللحمة. اوكي، لحمة. هلا دور اللحمة.
هسه بدنا نحط اللحمة. هسه ضفينا اللي كمان وزدنا شوي بس تحط الكمان بالزهرة شو ما بصير عطينا الخشبة وين الحكاية؟ عطينا الخشبة يا بحر
هاي حبيبتي. خرافية خرافية جد خرافية. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا اللايك، وإن شاء الله عجبتكم طريقة السادية. باي.